السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم عندي في مطبخ ام مروه وصفاء. ان شاء الله نتمنى تكونوا تشوفوا هذا الفيديو نتوما على احسن حال. مرحبا بكم عندي واللي عاد دخل القناه، نتمنى ان شاء الله يتابونا، واللي عاد دخل وتابونا مرحبا به والف مرحبا بكم كاملين. هذا النهار غادي نوجد لكم واحد الوصفه ماسك كيكون للجسم طبيعي، كيتكون من القهوه. هيا كما كتشوفوا معايا القهوه كحله، هيا الحنه كتمشيو عند العطار وتقولوا له عطيني الحنه ديال اللحم، ولا الا كانت عندكم الحنه وتكون قديمه تقدروا تستعملوها. هنا عندي السنيده سكر حبوب، وهنا عندي ليمه، وهنا عندي ماء زهر واللي كاين يقدر يعوضوا بماء ورد. هنا عندي ماء زهر فلور دورانجي. نبداو على بركه الله، نحوي هذه المقادير هنايا. بسم الله، هذا ان غوماج للحم، يعني تصاوبوه ساعه ولا جوج سوايع قبل ما تمشيو. بسم الله، غادي نصرمو على مباشر قدامكم. الليم كاين اللي يقولوا القارس، كاين اللي يقول السيترون، كاين اللي يقول له الحامض، هو غير نفس السميه. كتشوفوا معايا، وجدوه ساعة قبل ما تمشيو للحمام ولا تدوشوا في الدار، وديروه للجسم ديالكم وجلسوا واحد من الربع ساعة ولا شحال ما بغيتو، تكونوا في الحمام سخون ولا حتى 10 دقايق، وديروا انغوماج، يعني حكوا بالكيس وغادي تشوفوا ترجعوا لي الخبر. ما تنساوش اللي جربوا فيكم يكتب لي في لي كومونتير. واللي يكون غادي يدير بحال هذا ويديره لوجه، يدير غير ما يديرش الحامض، هذا الحامض للجسم. يقدر يدير لوجه بصح كاين اللي تكون الوجه ديالو حساس، من الاحسن ما ينحي في هذا، يدير كل شيء وما يديرش غير الليم. سمحوا لي غير نحل. ماما كتشوف الكافي، فوالا كما كتشوفوا معايا. بسم الله، فوالا خطصنا البنتي والمشاهدين. هنا تحتاجوا نص كاس، ها هو، ونخلط. سمحوا لي انا راه تخلط معايا، راه شويه نتوما نكليكم. وهذا تقدروا تحتفظوا به حتى الاسبوع، ديروه في واحد القرعه. ماما شاموتو، خليني غنكمل الفيديو نعطي بنتي تخلط معايا. ماما كما كتشوفوا فيه يجي شويه جاري، ها هو، باش انا جريته على حساب باش القهوه تشرب وتطلق المفعول ديالها. والقهوه راكم ما تصوروش شحال فيها الفوائد. انا درت القهوه في خي، وانتوما تقدروا ديروها في خي، وبغيتو ديروا حتى سمحولي تقدروا ديروا. ها هي كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هو. فوالا تقدر، انا درتها شويه هكا جاريه، تقدروا ديروها خفيفه ثقيله، ديوها معكم للحمام سخنوا شويه وديروها، وراها مليحه بزاف. والفوائد ديال القهوه راها فائده فيها بزاف ديال الفوائد، منها حتى ديك التلوه اللي كاملين كتشربوا القهوه. تحيه بعدا الناس اخواننا الجزائريين كيشربوا القهوه بزاف. انا نعطيكم واحد النصيحه باش ما تبقاوش تضيعوا القهوه، من تشربوا القهوه هذيك اللي سواء تكون في لاماشين، سواء تكون في الكاسرونه، سواء تكون في هذيك العصاره نتاع القهوه، هذيك القهوه ما ترميوهاش، يعني زيدوا عليها السكر. حتى ما كانش عندكم الحنه ولا ما كانش عندكم ما ورد ولا ما زهر، ديروها غير مع السنيده وخليها وعصروا عليها قارص، وتبقاو ديروها في الجسم ديالكم انغوماج. تقدروا ترميوها هكاك حاشاك في الطواليت، راها كتسحي كاع البكتيريا. تقدروا ديروها في لافابو،
تحيد تنيطوي بزاف هذوك التيو اللي كيكون يعني ديبوشي لي روغار ديبوشي لي زيغو. فرانشمون عندها بزاف ديال الفوائد وان شاء الله نتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي وتنال الاعجاب ديالكم. هادي انا عادي نخليها نحتفظ بها حتى لغدا ان شاء الله ونستعملها. يمكن ليا واقيلا راني كثرت شويه يمكن ليا نزيد واحد شويه ديال القهوه غادي نزيدها معكم. هنا كيما راكم شفتوا معايا سمحوا لي نعتذر منكم انا يا كانت غير بنتي قلقتني شي شويه وهي راها كوماسات تتقال واخا هكاك شحال ما خليتوها تكوماسي تتقال بصح انايا فضلت نزيد شويه. بغيت على فكره من تجيو تزيرو العبار نتاع الحنه كيكون اقل من العبار ديال السكر والقهوه يعني شحال ما درتو من القهوه والسكر كيكون نفس العبار. الا درتو معلقه قهوه ديروا معلقه سكر درتو جوج معالق قهوه ديروا جوج معالق سكر مي الحنه دائما كتكون اقل العبار ديالها. هتشوفوا معايا حقاش انايا كنت زدت هنايا فوالا هي هذا هو النفوع هذا هو الطريقه اللي بغيتها. فوالا هاد الوصفه البنات راها صحيه كتنقي كاع البكتيريا من الجسم وكتعطي واحد اللون واحد اللمعان. والقهوه راها معروف عليها فيها بزاف ديال الوصفات اللي فيهم القهوه راهم كيكونوا علامه ما شاء الله. ها هو كيفاش كتشوفوا معايا يعني تقالت على قبيله. يعني نعاود لكم المقادير يعني انا درت 4 معالق نتاع القهوه وربعة ديال السكر وحده ومعلقه ديال الحنه. نعاود 4 معالق نتاع القهوه وربع معالق نتاع السكر ومعلقه ديال الحنه ونص كاس ديال ما زهر. واللي عنده يعوضوا بالماء ورد يعوضوا وحامضه وحده. يلا نتمنى ان شاء الله يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وتجربوه تردوا عليا في لي كومونتير. ومرحبا بكم ما تنساوش تابوناو وحتى المره الجايه ان شاء الله فيديو اخر. وكنعتذر على الفيديو نتاع السباغيتي لحقاش راه وقع واحد المشكل ولدي كنسات المقدمه وفاش جاي يديرها يفاس يعني مسحو كله. كنعتذر منكم وكان ان شاء الله وصفات من القدام ياسرين. ومرحبا بكم عندي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يمكن لكم ديروه في البلاكار وتحافظوا عليه بهذا الشكل هذا راه ما يخسرش. وما تمشيو للحمام اللي يمشي للحمام يديه معاه ولا دوشتو في الدار تقدو دوشو تلقاوها هكا متحافظ وبالصحه والراحه.